النهاردة هعمل لكم الفرشة ريفلون. ناس كتير ملقلقة تشتريها مش تشتريها، فانا I just got out of the shower وعمل شعري قدامكم. صوتها مزعج جدا جدا، فيعني ايه اول ما اولعها سدوا ودنكم. بس قبل ما اولعها عايزة اقول لكم ان هي شايفين في فتحات بالطول، معرفش باينة هي باينة كده، في فتحات بالطول هنا كبيرة، دي الفتحات اللي اكترية الهواء بيطلع منها، هتبقى في الجنب ده والجنب ده ماشي. في فتحات برضو هنا بس ما بحسهاش قوية قوي زي اللي في الجناب، فانت دايما ركزي الجناب على الروتس على فروة الشعر، يعني عشان تجيب الشعر من اوله ما يبقاش ملولو وما يبقاش مقعد من هنا ومن هنا ستريت ماشي. الأصلية بيبقى فيها بينك نازل من الناحيتين، او دلوقتي عملوها جرين برضو، في منها بينك وفي منها جرين او اللون ده اوكي، ومكتوب عليها ريفلون. بلاش تجيبيها من امازون لان بيبقى الصورة دي هي اللي محطوطة وبتجيلك حاجة تانية خالص اوكي. دي بالنسبة للفرشة، موجودة في بيت باث اند بياند $30 دلوقتي اونلاين، معرفش ده حقيقي ولا لا، لان هي نازلة في بلاك فرايدي سيل ب 37.49 بعد 25% كوبون، فمعرفش اللي على النت دلوقتي بيت باث اند بياند اخبارها ايه، بس هي نازلة في بلاك فرايدي سيل ارخص مكان بيت باث اند بياند في المحل ان ذا ستور بعد ال 25% كوبون، هتبقى ب 37.49 ماشي. ده بالنسبة للريفلون. امبارح عملت الفيديو بتاع اولتا وشفتها هناك كانت ب $60 مش على سيل، مع ان انا السنة اللي فاتت جايباها من هناك كانت ب $40. انا مش حاطه اي حاجة على شعري غير الدواء اللي بحطه لشعري، قلت لكم قبل كده ان انا بعالجه عشان كان بيقع جامد، فمش حاطة اي حاجة غير الدواء على الفروة بتاعت الشعر، ودلوقتي هجزقه معاكم و في ناس فاكرة ان عشان شعرها قصير ما تقدرش تستعمل الفرشة دي، بس ده مش حقيقي، يعني انا مفيش متقليش في شعر اقصر من شعري دلوقتي. Excuse my face، مش حاطة ميك اب ولا حاجة، هو بس الليب جلاس وخلاص. طبعا شايفين شعري قصير ازاي، شايفين قصير جدا من ورا، يعني هو من قدام اطول من ورا. هتاخدي الفرشة وهتعمليها كده، تلفي شعرك عليها الطريقة دي، كل شعري عليها اهو قصير، من القصير قوي للطويل شوية اوكي. هنولع الفرشة بعد ما تظبطيها، بس make sure ان السايد بتاعها عند الروتس، بس ما تحرقيش نفسك، بتبقى very very hot ماشي. هفتحها سد ودانكو بقى عشان ايه الصوت جامد. دوشتكوا صح؟
ده يعتبر ربع شعري. انا عارفة ان شعري خفيف، بس حتى لو شعرك تقيل ادي ربع شعرك في like few seconds، ما كملتش دقيقة. مسحي شعرك تسرحيه بمشط كده في فراغات كبيرة كده عشان ما يقطعش الشعر. اوكي هعمل معاكم الجزء التاني. طبعا انتم مش شايفينه من ورا، بس هتشوفوه لما اعمله من قدام. انا تعمدت اعمله كله معاكم عشان تشوفوا بياخد وقت قد ايه. هنلفها اهو. انا معاها مش بستعمل ولا مكوى ولا اي حاجة، هو بس كده سشوار بس. في الصيف، في الصيف ممكن مكوى، لان في الصيف انا لو عرقت شوية شعري بيتدمر، بس في الشتاء ام اوكي بس بلو دراينج. يلا هشغل، سدوا ودنكم. انا بتحكم فيها من تحت، يعني انا ما بحسش ان انا لازم امسك من فوق. بس anyway هم عاملينها ان انت ممكن تمسكيها من هنا كمان وتلفي. هي معمولة ان انت تقعدي تلفي فيها، حتى هتلاقي ان البتاع ده بيلف عادي، يعني مش هيتكعبل منك. انت ممكن تلفيها عادي اهو اهي، مفيش، في ثواني شعرك خلاص دون. ماشي هجزأ شعري من قدام بقى واعمله من قدام. من قدام هتقدروا ان انتوا تشوفوا اكتر. نفس الحكاية اهي، بتلفيها على شعرك كده وتخلي السايد بتاعها عند الروتس بتاعت شعرك وتشغلي سد ودنكم. think you got the point، يعني ان هي سهلة وبسيطة و very quick. على فكرة انا بستعملها وشعري مبلول، بس انتي ممكن تستعمليها كمان وشعرك ناشف.
كده او كده. انا لو استنيت ان شعري ينشف وعملتها شعري هيلزق، لان انا شعري دهني جدا. ف بس انتي ممكن كده او كده. مرة عملتها شعري ناشف 5 minutes، شعري كله 5 minutes. الحته اللي في النص وابقى خلصت. هي كمان بتدي فوليوم للشعر، هي مكتوب عليها فوليومايزنج. ما عنديش البكس، رميته، ان انا عندي من سنة. انا كده خلصت. هذه الفرشة بتاعت الريفلون. قولولي بقى في الكومنتس عجبتكم مش عجبتكم. وهي الشعر القصير والشعر الطويل عادي يعني، بس هي انجاز يعني. كم دقيقة بتخلصي دلوقتي؟ $30 اونلاين. هو اللي عايز يجيبها من اونلاين روحي المحل دي النهاية، وخليهم هما يعملوا لك عليها اوردر من اونلاين لو هي فعلا $30. او ممكن يماتشت ان ذا ستور، ممكن يقولوا لك ادام هي اونلاين بكده خديها في المحل بكده عادي. بس انا خايفة تكون البرش التانية اللي ب30 مش دي، لان يعني دي غالية، دي $60 ونازلة بلاك فرايدي بيت باث ان بيوند $37.49 تاني اللي على امازون مش اصلية، بيبقى حاطين الصورة بتاعت دي، واللي بتجيلك واحدة فيك. الفيك منها زيها بالظبط، صوتها اعلى شوية. هي دي درجات، بصوا دي اول درجة ودي تاني درجة، بس انا بعملها على تاني درجة عشان انجز. اللي جابوها من امازون قالوا اللي جات لهم واحدة تانية خالص، اللي زي دي مش اصلي، بيبقى البينك لغاية هنا ما بيكملش للاخر، وما بيبقاش مكتوب عليها ريفلون. وفي واحدة تانية اللي هي هات تولز، سمعت ان هي احلى من دي. فلو عايزة تجيبي هات تولز نازلة $50، من 80 نازلة ب50 في اولتا. السيل ابتدى امبارح بتاع دي.
زي ما وعدتكم اعمل لكم البراش، وعملتها فعلا عشان في ناس عايزه تشتريها وخايفه ملقلقه. هي الفرشه تحفه ما فيهاش كلام، يعني روحي اشتري واحده على ضمانتي، بس هاتيها من محل ما تجيبهاش اونلاين وبعد كده تجيلك حاجه انت مش دي اللي انت عايزاها ويكون السيل فات وخلص. يعني عايزه تجيبي من امازون هاتي، بس روحي برضو اشتري واحده من بيت باث اند بياند وما تفتحهاش. لو اللي جاتلك من امازون كويسه خليها ورجعي التانيه، اتس اوكي. بس نصيحه مني ما تعتمديش ان اللي هتجيلك من امازون هي الاصلي، لان مش بتيجي الاصلي. لو حبيتوا الفيديو لايك فولو، وياريت نشيره عشان الكل يستفيد. There's a share button. دوسي عليه وشير it somewhere.